اهلا وسهلا باوتو فوكس. اليوم مع زميلي توني رح نحكي لكم مثل العاده عن اوفر سبيشال للمزدا عند عين بوخاطر. توني جيف مي 5. جيف مي 5 عم تقول شو هو الجيف مي 5 توني؟ فسر لنا شوي عليها. الجيف مي 5 هلا هيدي الجمعه اكيد رح يكون ضارب عم ينحكى فيه بالبلد. هي الاوفر على جيف مي 5 هو اوفر من مقلب على 5 سنين. نحن عم نعمل موتور شو بالمازدا بالشورومز عنا، لانه الموتور شو ما عم ينعمل بالبلد، حبينا نعمل حركه ونجيب العالم لعنا على الشورومات ونفرجين شو عنا اوفرات. هذا الاوفرات ما بيمروا كثير، رح يمروا بس بهالجمعتين هول على الليمتد كوانتيتي. هن 5 سنين تقسيط على تقسيط 5 سنين 0.99 انترست، عندك 5 سنين وارنتي اوبن مايلج، في عنا 5 ييرز كمان الانشورنس اللي هي من ضمن التقسيط عم تكون، والريبريشن عم بيكون بجراجات الشركه ونحن باشراف على 5 سنين. على 5 سنين كله هيدا، وفي عنا كمان 5 ييرز رود اسيستنس، والاهم من هيك هي ال 5 ييرز الفري مينتنس اللي رح نتركها. واو. هلا مثل ما حكينا بحلقه سابقه ما رح نكشف عنا، خلي زبون ينزل لعنا وشو يسالنا عنا بيقول لنا جيف مي 5 اعطوني الفري مينتنس لنشوف شو هو البروجرام اللي عاملينه نحن بنقله عنه. اكيد 5 سنين ليبر وقطع توني، ليبر وقطع كل شيء. واو. فري مينتنس بس فري مينتنس فري مينتنس اكيد. وباي صالات توني هالوف موجود؟ في عنا نحن شاورومات بجلاديب، يعني اهم شيء عنا بفردان، عنا بنهر الموت، في عنا بسور، في بشتورة، في بجبال، في بحالات، يعني بكل لبنان. بكل لبنان صار في عنا شورومات في يستفيدوا منه الزبونات، يعني واقرب شوروم بيزوروها بياخذوا الاوف. يعني عنا 5 سنين اليوم واحد بيرتاح بياخذ سيارته بيقسط على 5 سنين، ناخذ منه سيارته المستعمله بيقسط الباقي، اذا عنده مشكله انه ما يامن ورق للبنك 40% دفعوا له ما ولا ورقه للبنك. واليوم شو عندنا توني ورانا؟ سي اكس 5 هيدي الاس يو في اللي هي تقريبا هلا النوفيل جنراسيون بالمازدا اللي هي سكاي اكتيف كروس اوفر اس يو في 2.0 منها، في الانجن وفي 2.5 160 هورس باور 2.0 190 هورس باور 2.5 جديده بعدها واصله 190 حصان 100% وكله موديل 2014 والاهم على سي اكس 5 وعلى كل السيارات نحن بلشين من نص السنه 2014، هيدي بده يستفيدوا منها زبونات ويشو يجوا لعنا يستفيدوا من 2014، يعني بعدنا بنص السنه. مزبوط مزبوط. اليوم توني الاشخاص اللي بيحبوا يرجعوا يعيشوا جو الموتور شو لازم يقطعوا على المزدا. أنا واحدة من 7 صالات اللي عنا إياها لازم يقطع عليها. يقول لهم اليوم أنا فايت جيف مي 5 وبدني الخمس أشخاص الخمس سنين ما أدفع شيء، كل شيء يكون إنكلود بالباكج تبعي. سكاي أكتيف إنجن توني قد إيه بيعمل بالتنكي؟ سكاي أكتيف إنجن أنت جربتها بتعرف، يعني هيدي أنا لازم أسألك عنها إجمالا اللي عم تعمل حسب ما معلوماتنا. اليوم السيارة عملت معي بالوقت بتاخذها طلوع عم تعمل معي 200 بالتنكي، وقت تاخذها على الساحل عم تعمل معي 250 بالتنكي، لا 4x4 شغله رهيبه. يعني كانك عم تحكي باصغر سياره بالمازدا عم تعمل 200 بالتنكي، هيدا السكاي اكتيف انجن اللي بيستفيد المفيد منه انه هو بيعطيك 15% تورك اقوى وبرفورمنس اقوى مع 15% مصروف بنزين اقل. مزبوط. يعني هيدي كثير مهمه. بهالسياره في عندك ريفيو كاميرا، في عندك جنود كبار، في عندك كذا شغله، شو فيك تحكي لنا عنها اكثر؟ في عندنا المالتي ميديا تاتش سكرين اكيد غير ريفيو كاميرا، وعندنا فيها البوز سيستم، هيدا عم نحكي توب اوف ذا رينج بوز سيستم، عندك الليذر سيتس، الكتريك سيتس، 6 اير باك، سان روف، فوغ لامبس، زينون لايت، سياره لكجري كار. عم يطلع تقريبا دفعتها الشهريه 499 مش هيك؟ ما بتعوز تعطي ولا ورقه للبنك اذا دفعت 40% دفعه اولى. مزبوط. وشو قصه الافي بالون توني؟ الافي بالون هو اذا عنده شخص حوالات من برا او عنده بونس باخر السنه وما بده يدفعهم باخر السنه، بنعمل له نحن سند $1000 على كل سنه، بصير ينزل قيمة السند، مشان هيك بيطلع $499. اوكي اكسلنت. يعني انا بدي ادعي كل المشاهدين يجوا على شوروم، عندنا بروجرام كانترست بروجرام وعندنا بروجرام لكل زبوناتنا لكل طلباتهم بنقدر نلبي لهم اياها، انا اكيد من اللي عم بحكي 100%. فاليوم زوروا صالاتنا 01-888-2298، تلفنوا لنا زوروا صالاتنا استفيدوا من هالموتور شو، شغله رهيبه شغله روعه. توني كلمة أخيرة شو تحط لنا؟ أنا بدي أقول لهم يجوا لعنا ويعملوا تيست درايف، اللي نحن عم نشدد إنه عنا تيست درايف، فيك لو ما اشتريت تعال سوق المازدا واعطينا رأيك فيها، وأكيد رح تعلق بالمازدا لأنه رح تحبها، ورح نذكرهم كمان إنه في عنا الأبلكيشن إذا بتحب تحكينا عنها. رح نشوف فيديو هلا، لأن عين بوخاطر دائما بتكون حب رائدة بكل شغلة، في عنا أبلكيشن حضرناها لإلكم، إذا عندكم سامسونج أندرويد ديفايس فيكم تفوتوا هلا تعملوها داونلود دغري، وإذا عندكم أبل ديفايس بعد جمعتين بتكون نازلة على أبل ستور، شوفوها. Nottingham Basalat now. Be is proud to present Lebanon's first mobile app in the automotive field. Your personalized app is friendly, effective, it is smart. Wherever you are, you can find one of our showrooms across the country. Locate it on the map and find our opening hours. In the showroom module, you can find all our vehicles. In one click, you can choose your favorite car and see which color fits you more and choose its specs.
You can have a 360 view of the car and even discover its interior. You can also customize your car with any desired accessories, find out its price, and request a test drive. In case of a car incident, you can select the region, choose your insurance, and share your location with them. A towing will be ready. Our maintenance is known to be a 5-star service. You'll be able to check out in simple steps your regular, mechanical, electrical maintenance. In the body repair section, take a picture of the damaged side of the car, your ID, and your driving license, and choose the date and time that suits you. Back on the menu, you'll also find Mechanic, where you can enter your car details and find out when your mechanic is due. If you need to rent a car, you can choose one of any available models at A&B Rental Car. Book it, and here it is, ready to be driven. There are other services available. Pick and choose which coupons you want. Follow A&B Daily News. Check your detailed profile on My Account. The automobile application is available on the Apple Store and on the Android's Google Play.